السلام عليكم ورحمة الله. موضوعنا هو تيومر لايسيس سيندروم. تيومر لايسيس سيندروم من المواضيع المهمة جدا. تيومر لايسيس سيندروم هو result from breakdown of malignant cell either after treatment or pre-treatment اللي هو spontaneous اللي راح اذكره. فهو release of potassium يصير من السيل واليوريت والفوسفورس. presentation شلون يصير عندنا suspicion بالتيومر لايسيس سيندروم؟ لما يكون patient عنده malignancy واخذ تريتمنت افتر 1 تو 5 داي اجانا بسمتوم اوف نوزيا وومتنج دياريا هارت فيلر سيجر تيتاني سينكوبي اند ميبي اولسو سدن ديث. راح نشوف سيراميوريك اسيد عالي بتيومر لايس سيندروم، بوتاسيوم عالي. التايب 1 اللي هو 1 تو 5 داي افتر تريتمنت اللي هو تيبيكال اند يوجوال، يصير بالاكوت لوكيميا اند لنفوما يعني especially الهيماتولوجيكال مالجنسي. التايب الثاني هو spontaneous هو بري تريتمنت اللي يصير بالباركت لنفوما والاذر لوكيميا. بالنسبة للتريتمنت عند بريفنشن، بريفنشن should be خاصة بالهاي ريسك بيشنت اللي هما باركت لنفوما عند لوكيميا عند هيماتولوجيكال مالجنسي especially. الابيرينول رقم واحد. الراسبيروكيز الى special indication اللي هي in the setting of emergency chemotherapy for special malignancies، يعني عندنا بعض المجلس تحتاج special تحتاج emergent chemotherapy، فالراسبيروكيز IV should be indicated to prevent tumor lysis syndrome. Also if there is hyperkalemia treat hyperkalemia. If associated with renal failure hemodialysis also is beneficial and one of the treatment option for tumor lysis syndrome.